لا فامي بيان بيان فين وصلتي مع شي بريز دو ماس غادي ولا مازال الحياه؟ المهم اليوم غادي ندويو على واحد لاليمون اللي كاملين في لا ميسكولاسيون تنستعملوه اللي هو البيض. تتستعملو نتا كيف تتستعملو الوالده كيف كيستعملو لي بودي بيلدر، كلشي كياكل البيض ومزيان الواحد ياكلو. علاش؟ انا غادي نشرح لكم علاش. كيف راك عارف البيض من احسن لي سورس دو بروتين انيمال، فيه لي بروتين اون بلوس دي بروتين فيه لي ليبيد الدهنيات واللي هما اساسيه للبنيه العضليه. لا لا كنت سمعتني الاستاذه العربيه ولا تصفق عليا. اون بلوس دي بروتين ولي ليبيد الدهنيات فيهم حاجه مهمه بزاف اللي هي لي فيتامين، ولي فيتامين الا ما كنتوش عارفينهم هما اللي كيكونوا الاوريجين ديال كل رياكسيون شيميك، تفاعل كيميائي اللي كيكون عندك في الجسم. اي من احسن لي زافونتاج اللي كاين في البيض هو الخس، كيتكيس على البسطام. دابا درت لكم انتروداكسيون على البيض، دابا غادي ندخلوا للمعقول. كيف عارفين البيض شنو فيه؟ بعدنا ما ندويو بها الداخل شنو فيه؟ البيض والصفر. دابا غادي ندخلو في لي فالور نوتريسيونيل ديال البيض. غادي نبداو بعدا بالبيض ومن بعد نعطاكيو الصفر ومن بعد غندوي لكم على البيض كامل. دابا ما غاديش ندوي على 100 غرام، تندوي على بيضه، وبيضه ماشي صغيره، بيضه كبيره شويه داكور. دونك بيضه وحده البيض ديالها كيكون فيها 4 غرام ديال لي بروتين، ليبيد الدهنيات 0 غرام، والجلوسيد 0 غرام. بالنسبه لي كالوري عندك فيهم 16 كالوري. كيفاش تحسب لي كالوري؟ ساهله، 1 غرام ديال البروتين كيساوي 4 كالوري. دونك فيكو قلت لكم كاين 4 غرام ديال البروتين، دونك ديك 4 غرام غتضربها في 4 باش تعطيك النومبر دو كالوري. وفيكو قلت لكم لي ليبيد والجلوسيد فيهم 0 دونك غتبقى 16. دابا غادي ندويو على الصفه ديال البيض. بالنسبه للصفه ديال البيض في لي بروتين عندك فيهم 3 غرام، بالنسبه لي ليبيد الدهنيات عندك فيهم 5 غرام، وبالنسبه لي جلوسيد 0 غرام. دونك باش تحسب لي كالوري شنو قلنا؟ بالنسبه لي بروتين غتضرب ديما في 4 داكور. دونك عندك 3 في 4 اللي هي 12 كالوري، وبالنسبه لي ليبيد الدهنيات 1 غرام ديال ليبيد خاصك تضربو في 9 باش تعطيك لو نومبر دو كالوري. دونك عندك 5 غتضربها في 9 هي 45، دونك 45 غتزيد عليها 12 ديال لي بروتين غتعطيك 57 كالوري. ما خاصكش تكون سيونس مات باش تحسب هادشي. المهم باش نسهل عليكم عقل مزيان، الا بغيتي تحسب الكالوري ديال لي بروتين غادي تاخذ غرام بروتين غادي تضربو ليا في 4، الا بغيتي تحسب لي كالوري ديال الدهنيات غتاخذ غرام ديال ليبيد غتضربو في 9، و 1 غرام ديال الجلوسيد ديال الكاربس غتضربو في 4 تاعو. فوالا الدراري، واخا خرجنا شويه على السوجي ولكن غير باش تعرفوا تحسبوا شويه لي كالوري بلا ما نجيكم بلا فيديو كيفاش تحسبوا لي زابور جورنالي اللي غتحتاجوا كل نهار. اي اونفان الدراري غادي ندويو دابا على بيضه، بيضه وحده ماشي 100 غرام ديال البيض، تندوي لكم على بيضه وحده تكون بامال كبيره. دونك بيضه وحده فيها 7 غرام ديال لي بروتين وفيها 5 غرام ديال لي ليبيد اللي هما الدهنيات، وفيهم 0 غرام ديال الكاربس ديال لي غلوسيد، وطوطال ديال لي كالوري في بيضه وحده 73 كالوري. عاوتاني اش خاصكم تعرفوا؟ البيض سي ان دي زاليمون اللي فيه لو بلوس دو لوسين. لوسين شناهي؟ هي واحد من الاحماض الامينيه لي زاسيد اميني اللي عندهم اكثر اهميه بور لا بريز دو موسكل. صافي دابا ملي دخلنا شويه في الانتيميتي ديال البيض مسكين ولا با ريسبكتي، دابا غادي ندوي لكم على ان سوجي تري سنسيبل. الناس اللي كيقولوا لك ما تكثرش من الصفار ديال البيض حيت غادي يدير لك الكوليسترول، الدراري راكم غالطين. انا نشرح لكم. اول حاجه الكوليسترول شنو خاصك تعرف عليه؟ كاينين دو سورت ديال الكوليسترول، كاين لو بون كوليسترول، كوليسترول مزيان اللي كيتسمى ال HDL، وكاين الكوليسترول الخايب اللي كيتسمى ال LDL. البيض راه فيه لو بون كوليسترول، اي جوستومون الكوليسترول ديال البيض قلنا راه كوليسترول مزيان، كيجي كيخلي داك الكوليسترول الخايب اللي عندك في الجسم يهبط. اي دابخي دي زيتود اللي راه داروا ما كاين حتى علاقه بين الكوليسترول السونغان والكوليسترول اليمونتير. الكوليسترول السونغان اللي كيجي من الكبده، الوغ كو الكوليسترول اليمونتير اللي كيجي من لي زاسيد غرا ساتوري. هاد العربيه الاحمر الغليظه المحبوسه. سي توا كي دي سا افو سي توا Bon voyage. Tu. داير بغيتو بالعربيه قلبوا عليها، ما نقولش لكم شي حاجه مشيه هذيك. الكوليسترول احنا كاملين محتاجينه، ضروري خاص الجسم يكون فيه واحد النسبه ديال الكوليسترول. داكوغ متفق معكم، ما خاصش الكوليسترول يكون طالع بزاف، ولكن كيف غادي تفهموا دابا ملي تاكلوا البيض راه ماشي فورسيمون غادي يطلع لكم لو موفي كوليسترول. عاوتاني الكوليسترول فاش كينفع؟ الجسم ديالك لو كور ديالك كياخد داك الكوليسترول بوغ ريباري لي ليزيون موسكولير.
لي ليزيون موسكولير هما اللي كيطراو من بعد انترينمون مي تتريني داكور تو ديشير داكشي اللي فيه موسكولير وداكشي دونك الكوليسترول كيعاون بور لا ريباراسيون ديال لي ليزيون موسكولير اي عاوتاني كيعطي ان بو بلوس دو فورس وملي تاخد شويه ديال لا فورس دونك تتزاد عاوتاني في الموسكل غتقول لي دابا فراس كيفاش ما كيفاش انا نشرح لك باسكو لو بون كوليسترول يل ريبار لو تيسيو موسكولير الانسجه العضليه بروف اس في تي كوش في لا فيديو تصبق عليا بيديك و بيديك اي اهم حاجه اللي غتعجبكم بزاف لو بون كوليسترول فاش كيفيد كيفيد اخويا في لا سيكريسيون ناتوريل لا تيستوستيرون فين كاين الكوليسترول فين دونك هانتوما شفتو كاين بزاف ديال لي بيانفي في الصفه ديال البيض ما تنقولش لكم عاوتاني باغ اكزومبل بور الناس اللي كياكلوا موسكولاسيون اللي كياكلوا الصاد البيضات ماكش لكم كلوا الصاد ديال الصفه راه حتى حاجه ما خاصك تعيق منها حتى حاجه حتى الدواء اللي تاخذ من الفارماسي كيقول لك ما تعيقش منه دونك فوالا ديما الواحد يخلي شويه ديال الصفه ليموطاسيون علاش حيت ملي تتلوح الصفات تتلوح حتى لي فيتامين اي لي مينيرو ولي فيتامين منهم عدد عندك الفيتامين ا فيتامين بي 2 فيتامين بي 12 عندك فيتامين دي فيتامين او وعندك لو فير دونك ديري علاش تلوح تيها مرحبا غير واحد لو بوين باش تفهموا مزيان الناس فلاسيش علاش كينقصوا من الصفر غير باش ينقصوا من لي كالوري وينقصوا من الدهنيات لي ليبيد اي عاوتاني الحاجه خاصكم تعرفوا هو لو طون دو ديجيسيون ديال البيض شحال الوقت خصو باش يتهضم جينيرالمون بيض واحد اونتي بيضه كامله خاصها 45 دقيقه ديرني بوين داري الناس اللي كياكلوا البيض خضر كسوا فطور كسوا فيما بغيتي البيض الخضر كاين عليه هضره الضو بزاف الوغ داكم متفق عليك جدودنا كاملين كانوا كيقولوا لنا في الصباح كيف تضرب بالبيض الخضر داكو ولكن خاصك تعرف هي كاين دي ريسك هاد لي ريسك شنو هما انتوكسيكاسيون باسكو كاين البيض تقدر تلقى فيه شي فيروس ولا شي حاجه اللي غادي تضرك في المعده ديالك وزيد على هادشي بروبليم دانديجيسيون اللي هو ماشي كلشي كيقدر يهضم البيض الخضر داكور كاين اللي غادي تلون ليه الكرش وعاوتاني حاجه اخرى لي بروتين دابري شنو كيتقال لي بروتين اللي كيكونوا خضرين ما كيتهضموش اوطون كو اللي كيكونوا طايبين يعني لو كور ديالك الجسم ديالك ما كيستافدش بلا توتاليتي ديال لي بروتين ملي تاخذ البيض الخضر كياخذ غير واحد النسبه من لي بروتين اللي كيكونوا بيض خضر ملي كيكون البيض طايب ديك الساعات كيقدر ياخذ النسبه ديال البروتين كامله اللي كاينه في البيض دونك ا مون افي ايفيتيو تاخذوا البيض خضر ابري سي مون افي كل واحد يدير اللي بغا داري انا تنعطيكم غير النصيحه ديالي انا ما عمرني ما خديت خضر وما عندناش ناخذ خضر عندنا كاينه العافيه كاين الماء كاين الضو طيب البيض ديالك اي بور البنات ديال لاشين غادي نعطيكم واحد لاسوس ما تخافوش ما تنساكمش كيف قالوا جدودنا على كلام جدودنا البيض عاوتاني لاش كيليق كيعطب الشعر ياك اي كون لي هان مي درول تري درول فوالا الدراري نورمالمون جي في لو تور دويت لكم على كلشي داكشي كامل تنعرف على البيض الا كانت شي حاجه ناقصه قولوا لي في لي كومونتير الا كنت غلطت شي حاجه صحوا ليا حنا كاملين هذا نتعلموا ولا عجبتكم لا فيديو ام تي بوز بلو الدراري كيف ديما لي تيشيرت لاينز اتلتيكس الا بغيتوهم لو لين ديال لو سيت هو هنا تحت بغيتو ناقص 10% موان 10% دو ريدكسيون دخلوا الكود ديالي بنجي 10 إذا كنتو باغي تبعو على بريز دو مازيالي و لي زونطرينمون ديالي لو سناب في لافان دو فيديو متنساش ابونتو على لاشين و لا غير هنايا فيديو ترانسفورماسيون شوف هنا نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله بوغ نوفيل فيديو تشاو